أهلا بكم. كشف النائب عن تحالف سائرون صباح العجيلي عن تلاعب بعض الجهات بمبالغ شهرية للمحاضرين المجانيين في العراق، وقال العقيلي إن بعض الجهات التنفيذية تلاعبت بقرار مجلس النواب بإضافة مبالغ شهرية للمحاضرين المجانيين عبر تصنيف المحاضرين بحسب الأهواء وحسب الكليات التابعة لمخرجات وزارة التربية. وأكد العقيلي على ضرورة فتح لجنتي التربية والمالية البرلمانيتين تحقيقا حول حالة التلاعب بتلك التخصيصات ومحاسبة من يحاول خلط الأوراق وإثارة الفوضى وسياسة عدم الإصاف ومحاسبته ومعاقبته أشد العقوبة. أعلنت مديرية شرطة المثنى عن ضبط عجلتين محملتين بمواد تالفة في سيطرة العرضيات شمال المحافظة، وقالت المديرية إن العجلتين محملتين بمواد غذائية غير خاضعة لشروط الصحة العامة ومنتهية الصلاحية، مؤكدا إحالة السائقين إلى شعبة الرقابة الصحية في الرميثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط 4 عجلات معدة للتهريب في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة، وقالت الهيئة إن شعبة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي في ميناء أم قصر ضبطت 4 عجلات دون الموديل من نوع تويوتا كانت معدة للتهريب إلى داخل العراق، مؤكدة إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة في البصرة. اتهم مجلس قضاء الزبير في البصرة شركة نفط المحافظة والشركات الأجنبية بالتنصر عن 370 درجة وظيفية أجريت القرعة عليها منذ 6 أشهر. وقال رئيس مجلس القضاء أحمد الصالحي إن شركة نفط البصرة والشركات الأجنبية خصصت لأهالي الزبير 370 درجة وظيفية قدم عليها أكثر من 20,000 مواطن، لكن منذ 6 أشهر لم يباشر أي فرد بالعمل فيها، متهما هذه الشركات بالتنصل وعدم الاستجابة لمخاطبات مجلس القضاء. طالب مجلس محافظة ديالى بإيقاف العمل بالبطاقة الوقودية الكوبونات للبنزين في قضاء خانقين ونواحيه، وقال رئيس المجلس علي الديني إن قرار العمل بالبطاقة الوقودية جاء على أساس الظلم وعدم المساواة بحجج واهية وهي تسريب المنتجات إلى كردستان العراق، مشددا على ضرورة إلغائه لانتقاء أو لانتفاء الحاجة منه. والآن نتابع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.